المركز خروج بتحسن بيركل. يجب أن تختار المرأة بحرية ما تلبسه. لا أظن أن بعض الشعر الظاهري يمكن أن يستفز أحداً. نضع الحجاب في حضور الرجال. في بلدنا ينشأ الرجال على فكرة أن المرأة يجب أن تكون بالحجاب. لن أنزع الحجاب أبداً عن رأسي في بلدي طالما أنا على قيد الحياة.